ازيكم عاملين ايه النهارده؟ حابه اكلمكم على الصن بلوك بتاع حياه اللي هو دراي تاتش. فيلا بينا. الصن بلوك دوت انا اصلا شارياه من الشتا، حبيت ان انا اجربه في الايام كمان بتاعه الصيف اللي هي بتاعه دلوقتي، بحيث ان انا اقول لكم على رايي فيه سواء في الشتا او سواء في الصيف. هما منزلين نوعين من الصن بلوك، منزلين نوع البشره الدهنيه والمختلطه اللي هو الدراي تاتش ده، وفي اللي هو النوع الثاني اللي هو البشره الجافه. اعتقد نزلوا نوع ثالث لسه منزلينه جديد دلوقتي. النوع دوت اللي هو اويل فري، ينفع البشرات اللي هي بتعرق او بشرتها بتدهن بزياده. هو اس بي اف بلس 50، ودوت طبعا ضروري يكون موجود في اي نوع صن بلوك عشان يحمي كويس جدا من الشمس. مكتوب عليه ان هو بيحمي من الاشعه اللي هي اليو في اي واليو في بي اللي هي الاشعه الضاره. مكتوب برضو عليه ان هو مقاوم للماء والعرق، ومكتوب ان هو بيناسب الكبار والاطفال، فدي طبعا حاجه كويسه ان هو نوع واحد يكون للكبار والاطفال. الشركه برضو كاتبه عليه ان هو بيتكرر او بيتجدد كل 3 ساعات، وبيتحط قبل ما تنزلي ب 30 دقيقه. ده بيكون شكل الانبوبه من جوه اهو، ده بيكون شكل الصن بلوك من جوه، ولما بتوزعيه البشره بتمتصه. بس هو ممكن يكون القوام بتاعه تقيل شويه، بس البشره بتمتصه على طول. ما بيحبش الملمس الابيض بتاع الصن بلوك، هو ما بيسيبش ملمس ابيض خالص على البشره. بالنسبه للقوام بتاعه زي ما انا وريته لكم، القوام بتاع الكريم نفسه تقيل، بس لما بيتحط على البشره البشره بتمتصه على طول. بالنسبه للملمس الابيض، عشان في ناس كتير ما بتحبش الملمس الابيض بتاع الصن بلوك، انا بالنسبه لي بحب عادي الملمس الابيض على البشره، بس في ناس ما بتحبوش، فهو ما بيسيبش الملمس الابيض ده على البشره خالص، ما بيسيبش اصلا اللون على البشره. طيب بالنسبه برضو للامتصاص بتاعه، انا جربته في الشتاء وجربته في الصيف. في الشتاء الامتصاص بتاعه حلو جدا، ما بيسيبش اي اثر دهني على البشره. انا زي ما قلت لكم هو اصلا اويل فري، بس هو القوام بتاعه تقيل سنه. في الصيف او في الايام دي البشره بتمتصه، ما بيسيبش برضو اي اثر دهني على البشره، او بيعرق او بينطر ميه على البشره، لان في انواع صن بلوك بتعمل كده. بس ممكن لو مثلا عملتي مجهود نزلتي في جو يكون حر بزياده، طبيعي ان ممكن يدهنن شويه. ده مش بسبب مثلا الملمس بتاعه، هو فعلا اويل فري البشره بتمتصه، بس ده طبيعي في الحر. يعني طبيعي حتى لو حطيتي مثلا حاجات خفيفه في الحر، طبيعي ان انت هتعرقي، دي حاجه من عند ربنا ان انت طبيعي هتعرقي حتى في الحر. هو ممكن لو في حر بزياده يدهنن شويه، لكن هو امتصاصه حلو جدا على البشره. لو بتتضايقي مثلا حتى من اقل دهون بسيطه تظهر لك في بشرتك، ممكن تحلي الموضوع دوت بان انت قبل ما تنزلي مثلا وانت حاطاه تحطي باودر او تحطي لوس باودر تثبتيه بيه. بالنسبه بقى للحمايه، انا جربته في الشتاء وجربته في الصيف زي ما انا قلت لكم. في الشتاء الحمايه بتاعته ممتازه، حتى في الشمس بتاعت الشتاء الحمايه بتاعته برده جميله جدا. بالنسبه للصيف برده الايام ديت انا جربته، واختي برده بتنزل الجامعه، فبخليها تجرب بالصن بلوك خصوصا لما بتنزل، لانها بتقف في شمس كتير تحت. هي بشرتها على فكره حساسه جدا، لو في صن بلوك مش كويس هي مثلا استخدمته بيطلع لها مثلا زي حبوب فسفيس صغيره، بشرتها بتروح عامله بقع. لكن دوت لما استخدمته كان حلو جدا معاها، كانت بترجع بشرتها ما فيهاش اي مشاكل، نفس الوقت كانت بتقف في وقت بتكون الشمس فيه شديده، كان الحمايه بتاعته معاها جميله جدا. انا لما جربته بنزل بيه والحمايه بتاعته برده كانت حلوه جدا معايا. انواع الصن بلوك المصريه الروعه بصراحه بالنسبه لي انا كآية. لما بقيم اي صن بلوك بقيمه على اساس حمايته، لان في ناس بتقيم الصن بلوك على اساس الامتصاص بتاعه على بشرتها. انا اهم حاجه عندي في الصن بلوك ان الحمايه بتاعته تكون كويسه. فالصن بلوك دوت من الانواع الروعه، وفي نفس الوقت برده امتصاصه حلو جدا على البشره، ما بيدهننش بزياده ولا اي حاجه. انواع الجميله جدا اللي عجبتني اللي بصراحه بتنافس الانواع المستورده. بالنسبه لحجمه، حجمه 50 مللي وبيقعد فتره كبيره. النوع اللي انا جبته دراي تاتش عشان بس ما حدش يتلخبط ويجيب النوع الخاص بالبشره الجافه. لو بشرتك جافه جيب اللي خاص بالبشره الجافه، لو دهنيه او مختلطه فده النوع الخاص بالدهنيه والمختلطه اللي هو مكتوب عليه دراي تاتش. بالنسبه لسعره، انا حاليا مش فاكره سعره، بس هكتب لكم سعره على الشاشه. بس كده، ده كان رايي النهارده في الصن بلوك بتاع حياه. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنعمله انا واميره. مع السلامه.